لا مش دي، مش دي، ارجع لي هنا. الصورة دي، اي الصورة دي ليه يا يوسف لو سمحت؟ مش دي، عايز دي. لا 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 لا، مش هي، ارجع لي دي، ارجع. لا لا، ارجع دي، ارجع دي، ارجع دي، هات دي، هات دي. لا هات بس دي، هاتها لو مش عندك هاتها لي بالكاميرا، ادخلوا عليا، هات، تعال اوريكم بس الصورة دي عشان اقول لكم بس. ايوه ده طارق اللي هو زعيم العصابة، وده ابنه اللي هو سعد. يبقى الاب والابن دول اللي في الصورة دي، دي اول واحدة من الصور بالظبط. الصورة اللي فيها اتنين مع بعض اهم. في صورة تانية اللي عرضناها من شوية، ايوه بالظبط كده، مصطفى بكر عوض ابراهيم وصلاح علي سيد محمد. يبقى احنا كده عرفنا ايه الاربعة من العصابة الخمسة. نشوف بقى الصور يا يوسف بعد اذنك، الصور برضو للسادة المشاهدين. شايفين الفلوس طبعا، ماسك الفلوس ازاي، دولارات ومصر، وهي سواقة فلوس جاية من زي ما انتم شايفين كده. شوف الصور اللي بعدها، شوف الصور اللي بعدها، ايوه ادي فلوس، فلوس جاية من سرقات ونصب واحتيال واكراه وغيره وغيره، وفلوس برضو زي ما حضراتكم شايفين كده. ونشوف بعد كده كمان السلاح والحاجات اللي هي معانا برضو، ونكرر صور لاول مرة بتشوفوا هذه الصور المهمة جدا اللي بتقول لنا ايه الحكاية، وسلاح، وبعد كده سلاح آلي كمان، ده مسدسات وسلاح الآلي مع واحد من المتهمين في هذه القضية اللي قتلوا في اشتباك مع الشرطة. هل لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها تاني وانا بسأل السؤال ده؟ عشان يا جماعة بنجري ورا بعض الناس للأسف الشديد، انه